من نابلس ينضم إلينا رائد عامر مدير نادي الأسير في نابلس. سيد رائد، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه المبادرة للأسرى الفلسطينيين المرضى؟ نعم، يعني ما نستطيع أن نقدمه هو إبقاء هذه القضية حية، وتحديدا أوضاع الأسرى المرضى ومنهم المصابين من مرض السرطان وغيره من الأمراض. الكثيرين لا يعلمون ما يجري في داخل السجون. هنالك يعني حالة موت بطيء يعيشها الأسرى المرضى، وتحديدا ذوي الأمراض المستعصية مثل مرض السرطان والقلب وغيرها. في داخل السجون هنالك يعني مئات الأسرى بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية، بحاجة إلى إجراء الفحوصات، يعني لعدة أشهر وأكثر حتى ينقلوا إلى هذه المستشفيات، ما تسمى بالمستشفيات الإسرائيلية، من أجل إجراء هذه الفحوصات. على سبيل المثال، كما تحدثت والدة الأسير سامي أبو دياك، يوميا الكل ينتظر خبر استشهاده نتيجة الوضع الصحي القطير الذي وصل إليه. والسبب الرئيسي هو من الأطباء القطعت الأخطاء الطبية التي حصلت معه أثناء إجراء عمليات جراحية له في معدته وغيره من أجزاء جسمه. مرض السرطان طبعا منتشر في كل أنحاء جسده، وبالتالي هو بحاجة ماسة أن يكون في الخارج من أجل استكمال العلاج. باعتقادي دورنا هام جدا في إبقاء هذا الملف حي وفي نقله إلى الساحة الدولية، إلى المؤسسات الدولية، حتى تتحمل مسؤولياتها. نعم. اتجاه قضية الأسرى المرضى، على يوم غدا سيكون هنالك مسيرة جماهيرية كبيرة دعت إليها وزارة الصحة والقطاع الصحي ونادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى لرفع يعني صور الأسرى المضربين وشعارات خاصة بالأسرى المرضى الذين يعانون نتيجة هذه الأمراض. ولكن ما الحكمة من أن تبقي إسرائيل على أسرى مرضى لديها ولا تعالجهم؟ يعني هي تقول أنها تكون تقدم هذه العلاجات، ولكن مهما قدمت هنالك إهمال طبي نتيجة يعني عدم توفر البيئة والأجواء المناسبة للمريض حتى يعيشها. لا يعقل أن نتحدث عن مريض، عن أسير، عن سجين يتم تقديم العلاج له وهو مكبل اليدين والرجلين في داخل المستشفيات الإسرائيلية. أي علاج سيتعاطى معه، وتحديدا مرضى السرطان، العلاج المعنوي أهم من العلاج الطبيعي، من العلاج الأدوية. بالتالي يعني المرضى هم بحاجة أن يتعالجوا خارج أسوار السجن وليس في داخل السجون أو في المستشفيات الإسرائيلية. هل الضغط الدولي يمكن أن يأتي بنتيجة، وهل كانت هناك أي مؤشرات سابقة على أن تستجيب إسرائيل لهذا الضغط؟ يعني للأسف الشديد لغاية الآن لا يوجد أي تأثير للمؤسسات الدولية، تحديدا مؤسسات الأمم المتحدة. يعني في السابق رفضت إسرائيل التعاطي مع كل هذه اللجان التي شكلت من أجل الاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى. أكثر من مرة تم تشكيل لجنة لزيارة السجون الإسرائيلية للاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى، ولكن إسرائيل رفضت ولم تسمح لهم بدخول المناطق الفلسطينية أو السجون الإسرائيلية للاطلاع على هذه الأوضاع. شكرا سيد رائد عامر مدير نادي الأسير في نابلس.